600 طفل ماتوا من الجوع في السودان بحسب المجلس القومي لرعاية الطفولة. عشان كده اليونيسيف حذرت من إن حياة 750 ألف طفل تقريباً أصبحت على المحك. والله كارثة، هسه ده حياتنا صعبة، والله هي صعبة صراحة. يعني أنا هسه لها الدولة، حتى الآن دولة ديتي شايفة لحتى الآن ما قدرت عشان يجيبوا لنا حاجة نسوي عيال ده نعشين بوزات. المأساة دي بتؤكد إن السودان بيشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم، وده الوصف اللي قالته المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي ساندي ماكين. أما المنظمة الدولية للهجرة فقالت إن عدد النازحين في السودان اقترب من 10 مليون نازح داخلي، وده برضو اللي أكدته مديرة قسم العمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لما قالت إن السودان دلوقتي بيعاني من أكبر أزمة نزوح بعد ما كان بيستضيف أكتر من مليون لاجئ. أما بخصوص القطاع الصحي فرويترز نقلت عن منظمة أطباء بلا حدود إن المستشفى الرئيسي في مدينة الفاشر خرجت من الخدمة. وخليني أقولك إن دي كانت المستشفى الوحيدة اللي قادرة تتعامل مع الأعداد الكبيرة من القتلى والمصابين، وفي آخر شهر مايو قدرت تستقبل أكتر من 1000 جريح. وهنا يبقى السؤال بلا إجابة، متى تنتهي أزمة السودان؟